تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها: مليار ومئتا مليون آيفون مبيعات أبل في 10 سنوات. جاء في تفاصيل الخبر: بلغت مبيعات شركة أبل من أجهزة آيفون 1 مليار وحدة في شهر يوليو تموز من العام الماضي، أي بعد مرور 9 سنوات تقريبا على إطلاق الجوال الذكي في الولايات المتحدة. وربما يصبح آيفون المنتج التكنولوجي الأكثر ربحية على الإطلاق، بعدما حقق للشركة إيرادات بأكثر من 700 مليار دولار وصافي ربح قدره 100 مليار دولار. ومشاهدين، إلى صحيفة النهار اللبنانية: فيسبوك يتيح ميزة الواي فاي لجميع مستخدميه حول العالم. أعلن فيسبوك أن مستخدمي شبكتها الاجتماعية في كل أنحاء العالم على كل من نظامي أندرويد وآيفون iOS سيحصلون قريبا على إمكان الوصول إلى ميزة البحث عن واي فاي، وهي تأتي لمساعدة المستخدمين على الاتصال بالإنترنت أثناء السفر، بخاصة في الأماكن التي تكون فيها التغطية الخلوية نادرة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الوئام: سوني تطرح جهاز العرض إكسبيريا تاتش الذكي في الإمارات والسعودية. جاء في تفاصيل الخبر: طرحت شركة سوني جهاز البروجيكتور الذكي إكسبيريا تاتش في مجموعة مختارة من المتاجر في دبي والمملكة العربية السعودية. هذا الجهاز يتمتع بالعديد من المزايا الذكية والتفاعلية، وبإمكان مستخدميه اللعب على أرضية غرفة المعيشة أو عرض وصفات المأكولات على طاولة المطبخ أو جعل أي جدار بمثابة لوح لعرض الرسائل. نطالع مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية: هل ترى سيارة أبل كار ذاتية القيادة النور؟ أكدت شركة أبل اهتمامها بالسيارات المستقلة، إلا أن خبراء عدة يتساءلون عن مشاريعها المحددة في سوق تحتلها من الآن أطراف أخرى. وكان ستيف جوبز أحد مؤسسي أبل فكر سرا بسيارة أبل اعتبارا من عام 2008، وتسري تكهنات منذ سنوات حول هذا الموضوع، بحيث أصبحت أبل كار أشبه بأسطورة، فيكثر الحديث عنها من دون أن يعرف إن كانت يعرف إن كانت سترى النور فعلا أم لا. صحيفة اليوم السابعة المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها: تحديث جديد لتطبيق واتساب للبحث عن الإيموشن وتغيير الخطوط. أطلقت شركة فيسبوك تحديثا جديدا لتطبيق واتساب للتراسل الفوري على منصة أندرويد، حيث وفر تحديث التطبيق الجديد زوجا من المميزات الجديدة، وتم تسريب بعض المواصفات عنهما في وقت سابق. أول ميزة هي شريط اختيار أدوات النصوص الذي يتيح للمستخدمين تغيير الخط خلال الكتابة. أما الميزة الثانية هو خيار البحث عن الأيوشنز والرموز التعبيرية.